أهلا بك سيد حافظ. في البداية، في أي إطار ترى توجيه تهم بهذا الحجم من قبل الشرطة الباكستانية لعمران خان، وهي تهم متعلقة بالإرهاب كما يقولون؟ أولا، في الحقيقة هذه المرة 11 تم رفع قضايا سابقة عليه، 10 قضايا، ويقوم عمران خان دوريا كل 10 أيام بالذهاب إلى المحكمة وطلب ضمان، طلب إخلاء سبيل. هذه القضية 11 وكلها تحت قانون مكافحة الإرهاب، ولكن اشتهرت الآن وتم يعني عمل يعني تغطية إعلامية كبيرة من قبل وسائل الإعلام في الخارج وكذلك في الداخل. هذا بسبب الزخم الشعبي، الناس عندما أتوا إلى بيته ليحاوطوا بيته دفاعا عنه أمام الشرطة حتى يحموه من القبض. هذا الذي جعل القضية وكأنها هي قضية استثنائية وكأنها لأول مرة تحدث، لكن هذه في الحقيقة القضية 11.